كنت سعيدة جدا بإدارة جلسة النقاش عن الإطار القانوني في سوق الإنتاج السعودي مع الأستاذ عاصم التويجري والأستاذ فيصل بالطيور، وكان النقاش جدا شيق وتفاعلنا فيه مع الحضور، بالإضافة إلى المعلومات الهائلة عن الإطار القانوني للأفلام أو لقطاع الأفلام في السعودية. فمن خلال الجلسة جاوب المتحدثين على أسئلتي، واللي كان من بينها كيف يؤثر الإطار القانوني على الجانب الإبداعي، غير أسئلة الحضور وأيضا أسئلة السجاد الأحمر. وأول سؤال كان عن الخطوة الأولى اللي لازم يبدأ منها الإطار القانوني للسينما السعودية. الفهم، الجواب الأول الفهم. اليوم عندنا هيئة الأفلام تأخذ وقتها اليوم في فهم القطاع، وهذا يعني تفهم عناصر القطاع بأكمله وش النقاط اللي أو الممكنات اللي يحتاجها القطاع، وهذا دور هيئة الأفلام أنها تتأكد أنها متوفرة بالشكل الجيد اللي يحقق التوازن في السوق. فبما أن عملية الإنتاج السينمائي عملية تجارية في أصلها بحسب قوله، فمن المهم أن تكون كافة الأدوات لصناع الأفلام متوفرة، سواء كانت تحويل الإجراءات التقليدية إلى إلكترونية أو حتى اختصارها، تلخيصها، وجود منصات موحدة، وضوح الجهات اللي ترجع لها أو يرجع لها المنتجين لو احتاج أي دعم بشكل أو آخر. فاليوم كل شيء صار متاح ومتوفر لصناع السينما في السعودية، واللي تشهد تطور كبير ومهم في هذا القطاع. اليوم نشوف منصات لاختيار أماكن التصوير متوفرة، فوق 40 موقع موجودة في موقع film.sa. نشوف أيضا بورتل، واجهة مستخدم واضحة وكاملة، تخفي خلفها شركاء ضخمين جدا من الجهات الحكومية الأخرى اللي بيساعدون هيئة الأفلام في توصيل المستثمر بالقطاع بالطريقة السلسة والأسرع والأنفع للقطاع.